إذن عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بعد تقارير المنظمات الحقوقية الأخير، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أستاذ عادل، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون الملف الحقوقي يعج بالانتهاكات، ولكن هناك تصريح للجنة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها تتحدث عن تحسن ملحوظ يشهده ملف حقوق الإنسان في العراق، كيف يمكن الرد على ذلك أستاذ عادل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمتابعين الكرام. حقيقة ملف حقوق الإنسان في العراق ملف فيه الكثير من القضايا والكثير من الانتهاكات لا زالت تمارس بحق العراقيين إلى الآن، حيث أصبح العراق أبرز نموذج بين دول العالم لظاهرة الإفلات من العقاب. جراء الانتهاكات الفظيعة وجراء التنوعة التي ارتكبت بحق العراقيين منذ عام 2003 وإلى الآن، سواء كانت من السلطات أو من قبل الأحزاب والمرتبطة بها من الميليشيات، لم يقدم إلى العدالة سوى عدد ضئيل من مرتكبيها الذين ما زالوا طلقاء إلى الآن ويرتكبون المزيد من الاعتداءات والجرائم. جميع الملفات الحقوقية بما يخص حقوق الإنسان، من حرية التعبير إلى التهجير إلى حرية الصحافة إلى السجون، كلها تشهد إلى الآن انتهاكات واضحة. هذه الملفات حقيقة تتفاقم والانتهاكات تزداد إلى الآن. عن الانتهاكات، هناك أوضح مثال على ذلك، يعني وفاة معتقل في سجن الناصرية بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد. كيف أنتم تنظرون إلى أوضاع السجون داخل العراق؟ ما هو تقييمكم لذلك؟ لا تزال حقيقة ظروف اعتقال المحتجزين في السجون العراقية تثير قلقا متناميا لدى الأوساط الحقوقية إلى اليوم حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بلا أي راجع قانوني، بالرغم أن التقارير التي يعني كشفت من منظمات دولية سواء أصدرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق أو مفوضية حقوق الإنسان عن ممارسة السلطات العراقية العنف والتعذيب داخل السجون وفي مراكز التحقيق لأخذ الاعترافات، إلى الآن تلتزم الجهات الرسمية في العراق الصمت حقيقة والإنكار إزاء ما وجه إليها من تهم تفضح خرقها للمواثيق والقوانين التي وقعت في السابق، ورغم أن القوانين أصلاً في العراق تحظر ممارسة التعذيب حتى في أوقات الحروب وحالات الطوارئ. تواصل السلطات دون أي تردد أو خوف أو يعني من جميع الانتهاكات حقوق الإنسان أو القانون. أستاذ عادل، كما تعرفون مأساة النازحين مأساة مستمرة، خاصة بعد عام 2003. هذه المأساة تتزايد في ظل انتهاكات يهجر على أثرها الأهالي كما حدث أخيرا في ناحية مكحول، لكن ما هي الدوافع وراء هذه الانتهاكات؟ يعني ما الذي تريده القوات الأمنية والميليشيات من وراء هذه الانتهاكات؟ في الواقع إدارة ملف النازحين تم على يد أحزاب وميليشيات. نعم. بالتوافق مع السلطات. ملف النازحين يدر المليارات في جيوب وحسابات الأحزاب والميليشيات. حقيقة لو سمحت لي، هذا كتاب. نعم. هذا كتاب لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى. نعم. عن مخيمات وهمية في الموصل في ناحية ربيعة وزمار، تم صرف 32 مليار دينار لبناء مخيمين في زمار وربيعة، ولكن بعد الاتصال بمدير ناحية ربيعة نفى وجود هكذا مخيم، وأيضا بعد الاتصال بمدير ناحية زمار نفى هو الآخر وجود مخيم، وإنما يوجد مخيم واحد تم بناؤه على يد مفوضي العليا لشؤون اللاجئين. مخيمين ب 32 مليار دينار عراقي تم صرفهما لمخيمات وهمية ونازحين وهميين. هذا الكتاب الآخر لكي نعرف أين تذهب أموال وزارة الهجرة ولماذا حال النازحين بهذه الطريقة. نعم.
هذا كتاب من وزارة الهجرة والمهجرين، هنا وزارة الهجرة والمهجرين، في زمن يموت فيه الأطفال تجمداً وجوعاً ومرضاً، تقوم وزارة الهجرة والمهجرين بإرسال 10 سفراء حب إلى 10 دول أوروبية، سفراء محبة في كندا وأمريكا وأوروبا بالكامل، 10 سفراء بواقع صرف ما لا يقل عن 300,000 دولار شهرياً، رواتب ونثريات وفعاليات على نفقة وزارة الهجرة والمهجرين. في نفس الوقت تتجمد عروق الأطفال في المخيمات وتموت، وهكذا سمعنا وهكذا ورأينا يعني، ولم يجدوا من وزارة الهجرة والمهجرين لا بطانية ولا مدفأة ولا حتى رعاية طبية عاجلة حقيقة. طيب أستاذ عادل، استفادت هذه أستاذ عادل هذه الإفادات وهذه البيانات أمام المنظمات الدولية، هل يمكن أن يكون لها أثر في موضوع وقف الانتهاكات الحكومية والميليشيات تجاه الناشطين والثوار أستاذ عادل؟ هل لها فائدة؟ حقيقة الرصد والمتابعة والتوثيق وفضح الممارسات الغير إنسانية من قبل المنظمات الدولية والمحلية والنشطاء والمراصد وتصاعد الضغوط المحلية والدولية على الحكومة لمعاقبة مرتكبي جرائم ضد العراقيين، لا بد أن يجبرها على التحرك الجدي لمعاقبة هؤلاء المجرمين، وإن كانوا يتمتعون بغطاء سياسي أو ديني، مع قناعة الجميع بأن الحكومة العراقية هي الأخرى ستكون لها وقفة أمام القضاء العراقي الحقيقي العادل بتهم ارتكاب جرائم وغيرها بحق الشعب العراقي. عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لكم.